السلام عليكم اخواني واخواتي اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلمه اليوم باللغه العربيه وكلمه اليوم هي كلمه قاض وهو من تعينه الدوله للنظر في الخصومات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقا للقانون وجمعه قاضون وقضاء ومعنى قاض قاضية وجمع قاضية قاضيات وقواض وإليكم بعضاً من أنواع أسماء القضاة كالتالي: قاضي الجنايات، قاضي التحقيق، قاضي الصلح، قاضي الإحالة، قاضي الجنح، قاضي شرعي، قاضي القضاء وإليكم الأمثلة كالتالي أنا قاض في المحكمة العليا سيباشر قاضي الجنايات أعماله غدا الثلاثاء أجل قاضي التحقيق إصدار حكمه إلى الأسبوع القادم يتأهب قاضي الصلح للجلوس على كرسي القضاء يعمل زميلي مساعدا لقاضي الإحالة قاضي الجنح صهر للقاضي الشرعي أمر قاضي القضاء بإغلاق جميع المحاكم في البلاد بسبب وباء كورونا مشاهدي الكرام الى هنا جئنا الى نهايه هذه الحلقه وامل ان القاكم قريبا في كلمه جديده وانتم بالصحه والعافيه شكرا على طيب المتابعه دمتم في رعايه الله وحفظه مع السلامه